النشرة. رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو يصنع الحدث في تركيا ويتصدر العناوين بعد صدور حكم بالسجن في حقه. إمام أوغلو تلقى حكما بالسجن لأكثر من عامين فضلا عن الاستبعاد من الحياة السياسية بتهمة إهانة مسؤولين عموميين في خطاب ألقاه بعدما فاز بانتخابات بلدية اسطنبول عام 2019. حكم أشعل فتيل غضب العديد من الأحزاب المعارضة التي وصفت المحاكمة بالتصفية السياسية. ألف المحتجين احتشدوا أمام قصر العدل وبلدية اسطنبول تعبيرا عن رفض الحكم وتلبية لدعوات مختلف الأحزاب المعارضة. هذا في الوقت الذي تولت فيه ردود الفعل الغاضبة والمحتجة على الحكم الصادر. سهام الانتقاد صوبت باتجاه السلطة الحاكمة بقيادة أردوغان، حيث اتهم ممثلو المعارضة على رأسهم إمام أوغلو نفسه اتهموا القضاء بإصدار قرارات متحيزة تستهدف التصفية السياسية، معتبرين ذلك محاولة لخنق أصوات الناخبين.